مشاهدينا ما زلنا متواصلين معكم في برنامج أهلا رمضان، برنامجنا المميز والرائع اللي بيجيكم على شاشة التلفزيون السلام. برنامجنا الشيق والرائع اليوم برعاية الميتاني للألبس الشبابية، زي ما انتم شايفين من وراي أحدث الألبسة الشبابية والرجالية. زوروا الميتاني، خلينا نشوف شو عنده جديد ونشوف المتسابقين الجدد اللي معنا اليوم. مشاهدينا ما زلنا متواصلين في برنامج أهلا رمضان، برنامجنا الشيق والرائع اليوم برنامجنا برعاية المتاني للشباب. كل عام وانتم بخير. انت بخير. تعرف عليك؟ عقيل عورتاني. كل عام وانتم بخير. انت بخير. تعرف عليك؟ ريما عورتاني. شايفك عقيل اليوم ماخذ الأطفال بتتسوق، كيف شايف الأسواق السنة؟ والله نار، أسعار نار كثير، غالي. والجو نار. والجو نار، رمضان كريم. رمضان مزبط الأمور؟ الحمد لله. طب اشتريتوا شيء ولا لسه؟ والله باللفلفة هينك عادي. طيب المتاني يعني بقول لك كل ما يلزم الشاب الأنيق والمرتب، إذا بدك تشتري شيء بتروح عنده مباشرة، وإن شاء الله إذا ربحت معنا راح تربح من عنده. بدي أسألك سؤال سريع وسهل يعني ولا في أسهل منه، أين يقع أو أين توجد ساعة بيج بن؟ لندن. برافو عليك، الجواب صح وربحت معنا من المتاني للشباب. كل عام وانت بخير، شكرا لك. عياكم الله، شكرا لكم. كل عام وانت بخير. وانت بخير. تعرف عليك؟ شادي سليم من جيوس. شادي، كيف شايف اجواء رمضان السنة؟ والله الحمد لله رب العالمين تمام، وان شاء الله ظل ماشي بكل شيء بخير والحمد لله على كل شيء. شو اسم الامور اللي معك؟ شو اسمك؟ يا مفطري حرامك. كيف شايف اجواء رمضان والاسعار والاسواق؟ والله بخصوص الاسعار يعني متوقعناش زي هيك، كل شيء نار، كل شيء غليان، يعني السنه هاي غير عن باقي السنين كلياتها يعني. طب عمرك سمعت في المتان للشباب؟ لا والله. ولا عمرك سمعت فيه؟ لا والله. اشهر اللبسات العالميه والمحليه؟ لا. طيب صراحة. علشان تعرفوا ان شاء الله تكون معنا من الربحانين بسؤال بسيط جدا، خلينا نسالك سؤال سهل جدا، اين يقع سوق عقاب؟ سوق عقاب، اين يقع سوق عقاب؟ يعني هو منطق عام كثير. شريحة؟ لا شريحة. خارج نطاق فلسطين. مناطق الحامية السعودية. برافو عليك، الجواب صحيح. ربحت معنا هدية من المتاني للشباب. طبعا احنا بندعوك لزيارة المتاني وبندعو كل اعزائي المشاهدين لزيارته بالعروضات والخصومات المميزة، ولكل شاب انيق كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. مشاهدينا ما زلنا متواصلين في برنامج اهلا رمضان، برنامجنا اليوم برعايه المتاني للشباب. زوروا خليكم تحصل على العروضات والخصومات المميزه، وكما اخرى ببلغنا بخبر صار انه لكل طالب توجيهي له خصم مميز. كل عام وانت بخير. وانت بخير. تعرف عليك؟ فؤاد عمير براهم. كل عام وانت بخير. انت بخير. تعرف عليك؟ سيد فؤاد عمير. كل عام وانت بخير. انت بخير. تعرف عليك؟ لولو مدحت. كيف شايفين اجواء رمضان هاي السنه؟ ما شاء الله كويس عظيم. يعني انا شامم هيك ريحه توجيه وحدا ناجح عندكم والاجواء عال العال. نعم صحيح الحمد لله رب العالمين. ابني سعيد. قد ايه المعدل؟ 77.8. 77.8، برافو عليك. علمي ولا ادبي؟ علمي. كيف شفت التوجيه؟ يعني حاسس يعني كويس ولا خفيف؟ يعني مش كل شيء صعب ومش كل شيء سهل، يعني في اشياء صعبه واشياء سهله يعني. طبعا شايفك كم اخر اشتريت ملابس ولا لسه؟ لا لسه بدي اشتري. برافو عليك، يعني احنا اعزائي المشاهدين ما اشتراش لسه ملابس. اذا بما انه نجحت بالتوجيه واذا بتجاوب على هذا السؤال اصعب سؤال عشان تربح الهديه من عند المتاني وتاخذ اللبسه. على اي شيء يعتمد الخفاش على سيره؟ لا هو لازم يجاوب على التوجيه. الامواج. غير الامواج. البحيرات، المحيطات. على سمك الكرش بيعتمد مثلا. بيعتمد على سمك الكرش، هذا التوجيه مأثر عليك. أسلم لما بيمشي الخفاش وما بيشوف عايش بيعتمد. برافو عليك، الجواب صحيح وربحت معنا من المتاني. بما انك انت طالب توجيه مميز، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. كل عام وانت بخير. انت بخير، مشكور جدا، ان شاء الله بارك فيك. شكرا. بس ما اخذناش الحلوان. تكرم، رمضان كريم. We'll be right back.
لا وانت بخير. وانت بخير. اهلا. نعرف عليك. مها من باك الشرقية. اليوم شايفك تسوق، كيف شايف الأسواق والأسعار اليوم؟ منيح الحمد لله. كيف أجواء رمضانية؟ ممتازة ممتازة ولا في بعد هيك الحمد. طيب. لله. احنا من برنامج أهلا رمضان والمتانة للشباب، حابين نسألك سؤال وإن شاء الله تكوني معنا من الربحانين. ماذا يسمى الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ يكتب. أمي. برافو عليك، الجواب صحيح. عند المتاني عشان يعطيك احلى لبسي. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. وانت بالصحه والسلامه. تعرف عليكي ألفة تانية. ألفة، كيف شايفه اجواء رمضان السنه؟ حلو ما شاء الله عليه. طب احنا من برنامج اهلا رمضان وكما اخر المتاني للشباب، حابين نسالك سؤال ان شاء الله تكون من الروحانيين معنا. ما هي اول دوله استخدمت طابع البريد؟ اول دوله استخدمت طابع البريد ان شاء الله. طيب شكرا. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. تعرف عليك. أماني هنية. أماني، كيف شايف أسواق رمضان السنة؟ حلوة الحمد لله إن شاء الله بتصير. سمعتي في المتاني؟ للبس الشبابية. عيد السؤال. عمرك سمعتي في المتاني للبس الشبابية؟ ممكن مرت علي. اللي في طبق التاج. بالضبط، برافو عليك. طيب أنا بدي أسألك سؤال وإن شاء الله تكون من الروحانيين معنا. أين صنعت أول كسوة للكعبة؟ مصر. برافو عليك، الجواب صحيح، ربحتي معنا. متاني من كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا رب، صحة سلامة. مشاهدينا بنيجي لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج أهلا رمضان، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا معنا في أجواء رمضانية مميزة. انتظرونا الحلقة القادمة وخلينا نشوف مين الربحان معنا في الأجواء الرمضانية والأسرية.